ما بتمشيش من غير منافسة، متعة الحياة ما تكملش من غيرها. بس الأهم من المنافسة إنك تجتهد، تكون دايماً الكسبان، دايماً تكون منفرد بالقمة وتبعد بيها أكبر المسافات. دايماً اللي حواليك لو فكروا يسبقوك يلاقوا نفسهم في سباق أنت عديته وكسبته من زمان، ودخلت في سباق تاني أكبر منه بكتير. سباق مع نفسك، وإزاي توصل لأبعد مسافة ممكنة في القمة لوحدك. دلوقتي جراحات السمنة بقت باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في العالم، باستخدام المنظار الروبوتي، وكل ده بيتم بإيد واحد بس، دكتور محمد ضياء سرحان، سرحان أوبيسيتي كلينيك. جو سليم فور لايف.